احنا لن نخسر، احنا هنكسب الانتخابات او مش هنكسبها، وفي الحالتين بنكتسب دور بنأديه عشان بلدنا تحقق اهداف ثورتها باذن الله. نعم، مشروعنا نقيم تآلف وطني جاد من الشركاء المدافعين عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني، واللي شاركونا في معركة الانتخابات هنكمل مع بعض وقوة أخرى البرلمان والمحليات بإذن الله. نعم، أنا سأمد يدي لكل المصريين اللي عاوزين يبنوا بلدهم لتحقيق مطالب وأهداف الشعب زي ما الثورة حددت.